شباب الحياة تتطلب أحيانا أن الإنسان يتعود على جميع الظروف. صاحبه مهيل، نعم طالب. ها شوف، يعني اليوم مستأنسين وها ويا ظفير العز وهات، ها شوف شلون، ها هذا ثالث، ها ها العاصفة جت ومرت والحمد لله وعدت بسلام، الخيام اللي طاحت طاحت، شيء بسيط، والعيال تروعوا والحمد لله على كل حال. حياة حلوة زين. طبعا من اثار الصاعقة، من اثار العاصفة، عشان الناس تعرف اللي صار، هذا الشق اللي صار عندنا هنا، شق السيل. شوف شوف الله يستر، شوف شوف، عشان نعرف فعلا شلون كان صاعقة شديدة طالقة. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانه وتعالى. لا اله الا الله، بدل الحال من هذه الحياه، لا نقول لا حول ولا قوه الا بالله. شوف شوف هذه نتائج العاصفه اللي ضربتها، والمطر لا يزال ينزل عليهم شده والهواء شديد. ناس صرعت وناس كذا والحمد لله الله عداها على خير. النتائج شباب، النتائج صار عليه نتائج المجلس الساعة كم؟ ثلاثة؟ وين الشباب هناك؟ ها بالسيارات. طبعا انا عندي شو اسمه الكاميرا فيها مشكلة، وهذه نتائج العاصفة والحمد لله على كل حال. هذا ابو معاذ، السلام.